دونك ندير زراعة الكليف في المستشفى محمد السادس يعني هنا في نوطوفية. يعني درنا عمليات ديال زراعة الكليف ولكن درناهم بطريقة يعني عادية يعني بحال تيداروا على الصعيد الوطني، ولكن اللي درنا أمس ولا غنديروا إن شاء الله اليوم هي طريقة جديدة اللي ما عمرها ما دارت على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الإقليمي. يعني على الصعيد المغربي حنا يعني حنا سباقين في هذه العمليه الجديده، يعني هي استخراج الكليه من المتبرع عن طريق المنظار اللي هو تيتعمل بصفه عامه. هو واحد الجرح اللي هو كبير اللي فيه واحد 15 سنتيمتر حتى 20 سنتيمتر او ما اكثر لاستخراج الكليه، وهذا الجرح الكبير تيدير يعني مشاكل ديال الالم من بعد العمليه، وكذلك يعطل المريض كثير في المستشفى. يعني انا المريض ما يمكنليش يخرج من المستشفى في واحد المده زمنيه قصيره، لان مع الالم ومع الجرح كبير ومع حصول لي سوان والمشاكل ديالو. هذه العمليه ديال المنظار يعني تدار خلال واحد الفتحات واحد ثقوب صغار في البطن اللي ما تتعداش 10 ملم، ومنها تنديروا العمليه. بطبيعة الحال ملي تكون الجرح صغير تيكون حتى الألم منعدم، والمريض يمكن ليه يبقى في المستشفى واحد المدة ديال 48 ساعة حتى 3 أيام كاع ما أكثر. يعني لا ماشي أكثر من 3 أيام، يعني من يومين يعني 48 ساعة حتى 3 أيام. وهذا عنده واحد المزايا يعني حتى للمجتمع، يعني أن هذاك الإنسان يمكن ليه أنه يخرج للمجتمع وفي زول العمل ديالو في اقرب وقت. المستجدات اللي استعملت في هذا النوع من الجراحه، مستجدات يعني خصوصا المغرب كنعرفوا انه ناقص. لا الحمد لله، يعني المغرب ما ناقصش من المعدات، يعني المعدات اللي كاينه في العالم موجوده عندنا حنا، يعني بصفه عامه، يعني ما تنهضروش على الخصوصيات، ولكن يعني باش الانسان يدير عمليه في ظروف جيده او ظروف يعني عاديه يعني متوفره. وهاد العمليه هذه ما جاتش يعني من عدم، يعني قبل منها كنا تنديروا عمليات على الكليه اللي هي مرض، يعني كليه مرضيه، يعني مثلا اللي فيها اورام اللي فيها يعني اورام خبيثه تنديروا لها الاستئصال بطريق المنظار. يعني تيبقى يعني التقنيه راه هي ان استخراج كليه هي صحيحه يعني ما فيهاش مرض، فيها واحد النوع ديال الحساسيه لان خاصها تقام بواحد طريقه يعني ما فيهاش خطا، لان غادي نخرجوا واحد الكليه اللي ما غنلوحوهاش يعني الزبل، واحد الكليه اللي غادي نزرعوها المريض اللي غادي يستافد منها. يعني المريض اللي هو غالبا تيكون اما الاخ او الاخت او الابن ديال المتبرع. يعني هنا فين كاين الاشكال، يعني ما حنا العمليه تنديروها الامراض اخرى اللي هي امراض سرطانيه ديال الكليه، وتقريبا نفس الشيء. يعني هذا الشيء يعني هذا المسلسل راه ماشي ديال اليوم، يعني مسلسل اللي قمنا به قبل. غير هي دابا هذه التقنيه يعني بحال اللي عممناها على زراعه الكلي. المده الزمنيه للعمليه والمده الزمنيه يعني تتبقى يعني متفاوت على حسب الخاصيه ديال المريض، يعني تيمكن لها تكون يعني من 3 سوايع حتى 4 ساعات، يعني على حساب يعني الصعوبه ديال اللي يمكن نلقاها في لكل حاله، يعني كل حاله تكون مختلفه على الحاله الاخرى. ومساله التكلفه يعني الماديه في المساله واش الصحه الخاصه ماشي هو ديال العام وغيرها التكلفه. اولا قبل كل شيء يعني زراعه الكي ممنوعه انها تدار في القطاع الخاص، يعني الزراعه الكليه تعمل غير في 5 المستشفيات في المغرب اللي عندهم يعني الصلاحيه باش يديروا زراعه الكليه. وهذا قانون ديال المشرع اللي داروه يعني باش يضبط هاد العمليات وما يكونوش واحد التجاوزات، لان بحال التجاوزات اللي تنشوفوا مثلا في مصر او تنشوفوا مثلا في بعض الدول الاسيويه، ان الناس مثلا تيقدروا انهم يبيعوا الكليات ديالهم. يعني هنا المشرع اعطى الصلاحيه الا المستشفيات الجامعيه ديال الدوله، يعني باش تكون المساله يعني مضبوطه.
الخاص مثلا ما سداش فيها العمليات من هذا الجانب القانوني. يعني تنهضروا على المسائل ديال الكفاءات، الكفاءات كاينه في القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن يعني الشق القانوني هو اللي تي يعني يعطي الصلاحيه للمستشفيات الجامعيه اللي هي كاينه في الرباط، في الدار البيضاء، في مراكش وفاس، وكذلك يعني مستشفى ديال الشيخ زايد في الرباط. يعني هادو خمسه المستشفيات اللي مخوله لهم يعني المشرع انه باش يديروا هذه العمليه ديال زراعه الكي. بالنسبه للتكلفه يعني صراحه انا نقول لك بان وزاره الصحه دايره واحد المجهود كبير يعني لتشجيع زراعه الكي في المغرب، خصوصا مثلا مع سياسه الرميد، يعني حتى ان الرميد يمكن ليه انه يغطي التكلفه ديال زراعه الكي. يعني التكلفه نقدر نقول لك في المستشفى يعني العمومي يعني ماشي شي تكلفه كبيره بالنسبه للي تنشوفه في الدول يعني خارج الوطن، يعني خارج المغرب. هذا المريض رجل ولا امراه ولا هذا الرجل المتبرع؟ المريض ديال امس المتبرع هو شاب في عمر ديال 21 سنه اللي تبرع الاخت ديالو في عمر 24 سنه. يعني هذه الحاله هذه حاله يعني ماشي غريبه، يعني قليله، يعني قليله باش نلقاو يعني واحد الاخ اللي تيتبرع الاخت. غالبا الجنس اللطيف هو اللي تيتبرع الاخوان ديالو هذا، ولكن الحمد لله يعني كاين الخير في البلاد. والمريض ديال اليوم الام في عمرها 62 سنه غتبرع الولد ديالها اللي عنده تقريبا واحد السن ديال 32 سنه. ونسبه النجاح يعني في هذا وهي لان ملي نديرو زراعه الكلي من عند انسان اللي هو حي، لان كاين مضمونه يعني يعني نسبه النجاح تتكون يعني كبيره، يعني تقريبا 100% باذن الله. يعني كاين حالات ولكن الحمد لله يعني لحد الان نسبه النجاح 100%. شي كلمه بغيت توجهها للمتبرعين ولا الناس المرضى في هذه المساله؟ و يعني الكلمه ديالي يعني ان العائلات ديال المرضى اللي عندهم قصور كلوي مزمن انهم يفكروا في التبرع ديال الكليات ديالهم لداويهم يعني الامراض، لان الحياه ديال الانسان ملي تيدير زراعه الكلي تتبدل بواحد الطريقه راديكاليه. يعني الانسان اللي تيكون مرهون بواحد لا ماشين ديال لا دياليز ثلاث مرات اربع مرات في السيمانه تيولي عنده واحد الحياه، واحد الحريه. كذلك حتى الحياه ديالو تبدل، يعني لا من ناحيه جنسيه لا من ناحيه يعني العمل ديالو تيكون يعني يعني انسان عنده واحد المردوديه. بالنسبه ل يعني النساء تيمكن لهم انهم ينجبوا الا ما كانوش تنجبوا، يعني حتى الانجاب تيمكن تيولي ممكن بعد ما تدير واحد زراعه الكلي. وفعلا حنا فرحين لان واحد المريض اللي كنا درنا ليه زراعه الكلي الان دابا الزوجه ديالو راه يعني حامله وغادي تولد قريب. يعني الحياه الانسان تتبدل، يعني الانسان خصو يفكر انه يتبرع بالكلي ديالو لداويه. يعني حنا تنتكلموا على يعني الترونسبلانتاسيون ا بارتير دو دونور فيفون، يعني من الانسان الحي. هذا يعني واحد الخير كبير اللي يمكن يديروه في العائله ديالهم. شكرا.